السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة، موعد لأهم وآخر الأخبار المحلية والخليجية. نرحب بكم وأرحب بزميلي محمد. حياك الله محمد. حياك الله عبد الحكيم، وحياكم الله مشاهدينا في رصد الأربعاء المتجدد، والذي نبدأه كالعادة بالعناوين. الشورى يطالب العمل بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي لمستحق الضمان. انطلاق المرحلة الأولى من مسارات توطين الوظائف العامة في الجهات الحكومية. وزير التعليم بكل ثقة جاهزون للعام الدراسي، ونرحب بالنقد البناء. ضبط 800 مزور بالقطاع الصحي ومنع 1400 ممارس من العمل. نجم لخدمات التأمين ممنوع من مباشرة الحوادث في 5 حالات. حياكم الله مشاهدينا، تلك كانت العناوين، خلونا نشوف التفاصيل. طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية 51 التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، طالب بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. كما طالب المجلس بالتوسع في إنشاء دور رعاية صحية نهارية لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى ما بعد العمليات، وكذلك بمراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز بحيث تصل لجميع مدن ومحافظات المملكة. ووجه المجلس وزارة العمل بمعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، وتضمين خدماتها برامج مختلفة، والعمل على تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا. من خبر الشورى إلى الخدمة المدنية نتابع. بدأت وزارة الخدمة المدنية مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق نسب سنوية. وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد الله بن علي الملفي أن الخطة تسعى إلى توطين ما لا يقل عن 28,000 وظيفة على جميع السلالم الوظيفية عام 2020. وأكد نائب الوزير أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفة أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبينا أن ذلك بسبب التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات. ولفت الملفي إلى أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضا مبادرة وافد، والتي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين. ومعنا للتعليق حول هذا الخبر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ حمد المنيف. أستاذ حمد معنا؟ الله مساك بالخير. مساك الله بالنور والعافية. أستاذ حمد، كم من الوقت تتوقعون أن تكتمل عملية التوطين في كافة الجهات الحكومية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا راح يكون العمل بشكل تدريجي. الهدف من الخطة طبعا المرحلة الأولى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي تشغلها غير السعودية بشكل تدريجي وفق خطة مبينة شاركت بها الجهات ذات العلاقة في إعدادها. وضعت نسب سنوية تلتزم بها الجهات، من الصعوبة احنا نسعود الوظائف كاملة في وقت نقول سريع، لأن حتى ما يأثر على العملية اللي تقدم للضمان أو الخدمات اللي تقدم. لكن متوقع للمواطنين. لكن متوقع بإشارة على عام 2020 بإذن الله راح يتم سعودة ما لا يقل بإذن الله عن 28,000 وظيفة، وهي تقريبا 50% من عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين في الجهات الحكومية. وإن شاء الله راح تكون خطة تدريجية مناسبة، راح يتم تحديد أدوار والمهمات في الجهات الحكومية، والوظائف زي ما قلتم شوية نترتكز في القطاعين الصحي والتعليم العالي. طبعا الصحي يحتاج
وقت في عمليه شغرة ايضا التعليم العالي بعض التخصصات النادره. بالضبط هذا ما كنت اسال عنه استاذ حمد، يعني هل نستطيع ان نقول ان خطه مسارات التوطين في المرحله الاولى ستكون بجهد اكبر على قطاعين اللي هم الصحه والتعليم العالي؟ هي الغالب طبعا، هي النسب الكبرى في القطاعين، والعمل على تعودتها تدريجيا، من الصعوبه ان تعودتها بشكل مباشر لان ممكن ذلك ياثر على الخدمات اللي تقدم للمواطنين، لكن ان شاء الله يتم وفق السلاسه ان شاء الله بدون ما يكون لها اي تاثير على ذلك. تمام. وتعودت 28,000 وظيفه في جميع السلالم بنهايه عام 2020، اعتقد انها نسبه ممتازه اذا حققناها باذن الله الفتره القادمه. بحول الله تعالى اتمنى ان شاء الله لكم التوفيق في مرحله التوطين. الأستاذ محمد المنيف وأنت المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، شكرا جزيلا لك. خلونا المتابعين ننتقل وإياكم إلى خبر عن التعليم، نتابع. أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم لبدء العام الدراسي يوم الأحد القادم بكل ثقة، معربا عن ترحيبه بالنقد البناء الذي يبحث عن المصلحة العامة. وقال في تغريدات على حسابه في موقع تويتر: بحسب التقارير الميدانية وتقرير اللجنة المركزية، أعلن عن جاهزية عالية لمؤسسات التعليم لبدء العام الدراسي يوم الأحد القادم بكل ثقة بمشيئة الله. وأشاد العيسى بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأسابيع الماضية في الجامعات وعلى مستوى مدارس وإدارات التعليم وعلى مستوى الوزارة للاستعداد لعام دراسي ناجح بإذن الله. وأضاف: نعتذر مقدما عن أي قصور قد يحدث نتيجة ضخامة النظام التعليمي وتنوع مستوياته وكثرة التفاصيل، ونرحب بالنقد البناء الذي يبحث عن المصلحة العامة. من تصريح وزير التعليم إلى وزارة الصحة، نتابع. هذه المرة مشاهدينا مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث ضبطت 800 مزور خلال العام الجاري ومنعت 1400 ممارس صحي حتى شهر سبتمبر من العام الجاري. وأكدت الهيئة أن إجراءاتها صارمة خلال التحقق من الشهادات للمحافظة على مأمونية القطاع الصحي من غير المؤهلين. صحيح عبد الحكيم، وحيث يخضع المتقدم للعديد من الإجراءات من قبل الهيئة قبل منحه للتصنيف وتسجيله في الهيئة، كما تمر الشهادات بمرحلة التدقيق عالية المستوى عبر تقنيات متطورة تطبقها الهيئة، إلى جانب الشراكات مع جهات عالمية للكشف عن حالات التزوير. في سياق آخر، أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الجديدة تضمنت تقليص صلاحية بطاقة الممارس الصحي إلى سنتين فقط، وفي حال تأخير تجديد البطاقة لمدة تتجاوز 6 أشهر يتم اعتبار طلب تجديد التسجيل للمتقدم طلبا جديدا. أخباركم يهتم بمتابعة هذا الخبر، حيث ينضم للتعليق هاتفيا المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ عبد الله الزهيان. حياك الله أستاذ عبد الله. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام، مساك الله بالنور. بداية أستاذ عبد الله، لو توضح لنا والسادة المشاهدين عن آلية الكشف عن التزوير، وهل يكون التزوير في الشهادات الدراسية الأكاديمية أم يكون في شهادات الخبرة للممارسين؟ بعد بدء في الواقع، أود أن أشكر قناة المجد وهذا البرنامج على وجه الخصوص لما تقدمه من جهود إعلامية مشكورة وإلقاء الضوء على كل ما يهم المواطن والمجتمع. ما يتعلق بعملنا في الهيئة، فتعلمون أن الهيئة قد دأبت منذ إنشائها قبل 25 سنة على العمل على هدف سامي هو تعزيز الصحة وحماية المجتمع. وفي هذا السياق فقد قامت الهيئة خلال هذا العام كما ذكرت وتفضلتم قبل قليل بإيقاف 800 ومزور واحد ومنع 1403 من الممارسين الصحيين أو من ما يسمى دياء الصحة، ليصبح إجمالي ما تم إيقافه منذ بداية عمل الهيئة حوالي 5577 مزورا ومنع 35588 من الممارسين. هذا كما تعلمون اخواني انه العمل لدينا في الهيئه يمر باجراءات صارمه وصارمه جدا كما تفضلتم قبل قليل للمحافظه
على الأمان في القطاع الصحي من غير المؤهلين. هذا العدد خليني أكون معكم على اطلاع وإياكم، العدد المزورين من الفنيين 112 مزور، أخصائيين 9، ومن الأطباء 41، ومن الصيادلة 13، ومن التمريض 626. كل هذه الأرقام لم يكن التزوير، حتى يكون بشكل واضح، لم يكن التزوير في الشهادة نفسها، ولكن ربما يكون التزوير في شهادات الخبرة أو في أيضا في الشهادات. أما بالنسبة للأرقام التي وردت في الممنوعين، منهم من منع للمصلحة العامة، ومنهم من منع لعدم اجتياز امتحان التصنيف المهني، ومنهم من منع لعدم الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية، وكذلك عدم حضور الامتحان خلال الفترة النظامية، وعدم قبول الخبرة أو عدم قبول المؤهل. تمام، أستاذ عبد الله خليني أدخل معك على الإجراءات اللي تقومون بها في الهيئة السعودية. نعم. حتى تقيمون وثائق وشهادات الممارسين الصحيين، إيش هي تقريبا؟ طبعا يمر الممارس سواء طبعا طبيب أو من الكادر الصحي بشكل عام، يمر بعدة خطوات للتأكد من مأمونية هذا الممارس قبل إطلاق يده والعمل في القطاع الصحي، حفاظا على أرواح المرضى من المواطنين وأيضا المقيمين على ثرى هذه البلاد. طبعا في البداية يمر المواطن بتقديم أوراقه، ومن ثم الاطلاع على تلك الأوراق وفحصها من لدينا في الهيئة إدارة معنية بهذا الأمر، هي إدارة التوثيق، وهي تقوم بفحص الأوراق فحصا جيدا، والتعامل مع هذه الأوراق من خلال مصدر الشهادة للتأكد من صلاحية الشهادة وصدقيتها، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية وصدقية الخبرات من الجهات التي أعطت هذا الممارس تلك الشهادات. ومن ثم يقوم الممارس بالخضوع لامتحان التصنيف المهني، والذي يحدد أهلية الممارس أيضا وإلمامه بكل المعلومات أو أغلب المعلومات التي يتطلب الاطلاع عليها ومعرفتها للممارسة المهنية الآمنة في القطاع الصحي. صحيح. إذن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ عبد الله الزهيان، شكرا جزيلا لك على تلك الإيضاحات، كل التوفيق إن شاء الله لكم في الهيئة. ومشاهدينا نبقى الآن مع الخبر التالي. منعت الإدارة العامة للمرور شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث التي يشتبه بأنها ناتجة عن اعتداء جنائي أو الحوادث التي يشتبه في تعاطي أحد أطراف الحادث للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تؤثر عليه في القيادة. وذكرت مصادر لأحد الصحف المحلية أن الإجراءات الجديدة تمنع نجم أيضا من مباشرة الحوادث التي يوجد بها إصابات أو وفيات لا قدر الله ناتجة عن الكوارث الطبيعية، وكذلك الحوادث الناتجة عن حرائق المركبات أو عن احتراق إحدى المركبات. كما سيتم منع شركة نجم لخدمات التأمين من مباشرة الحوادث الناتجة عن أعمال شغب في مناطق الاضطرابات والشغب. وأشارت إلى أنه تم اعتماد وثيقة إجراءات العمل الموحدة لرفع الحوادث المرورية من قبل شركة نجم التي تساند المرور في مباشرة الحوادث. عبد الحكيم. من إدارة المرور إلى إحصائية عن الفشل الكلوي نتابع. إذن كشفت آخر الإحصائيات الرسمية عن وجود أكثر من 18,000 مريض بالفشل الكلوي في المملكة، بينما كان عددهم حسب إحصائية عام 1400 للهجرة لا يتجاوز 83 مريض. جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي كيلانا هي واحدة من الجهات التي تستهدف توعية كافة فئات المجتمع بهذا المرض، لتعزيز الوعي العام عن كيفية الوقاية منه في مرحلة مبكرة عبر فعاليات متنوعة في الحدائق والمولات والأماكن العامة. الجمعية تهدف أيضا إلى مساعدة المرضى والإسهام في تأمين الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، إلى جانب
تقديم برامج الوقاية والتوعية الخاصة بأمراض الكلى، ودعم برامج التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيا بالوسائل الممكنة. وتأتي العادات الصحية الخاطئة في مقدمة أسباب الإصابة بالفشل الكلوي، كالإفراط في تناول الكبسة والفول والكبدة وتدخين الشيشة وقلة الحركة. من هذا الخبر عبد الحكيم إلى حديث الصورة مشاهدينا. إذن نبقى الآن مع الصورة الأولى، وهي لشجرة عملاقة تشجع على المحافظة على البيئة وإيقاف الاحتطاب. نستعرضها الآن على الشاشة عبد الحكيم. طبعا مثل هذه الشجرة هي ذات أبعاد أخرى، غير أنه تعطيك معلومات ربما عن الغطاء النباتي صحيح. للمنطقة تتحدث ممكن عن التاريخ، فيجب التعامل معها بوعي والكف عن الممارسات الخاطئة بالاحتطاب من تلك الأشجار. صحيح محمد، يعني من الرسائل الإيجابية والوعي الإيجابي في الفترة الأخيرة حملات التشجير اللي انتشرت في مناطق المملكة، وإحنا نؤيد على مثل هذه الحملات اللي ستعيد إن شاء الله للبيئة مثل هذه المناظر الرائعة. صورة أخرى كذلك في تبوك، منزل هدية لمتبرع بكليته لفتاة مصابة بالفشل الكلوي. طبعا الخير منتشر منذ زمن وحتى الآن، والخير موجود في أمة محمد وكذلك في بلدنا المعطاء. مثل هذه يعني المشاهد وهذه صحيح. الصورة في الحقيقة تحقق شيء من الإيجابية بأنك تقدم هذه تعكس أيضا يعني أصالة هذا المجتمع السعودي الذي دائما يتكاتف ويعين بعضه البعض. مثل هذه البادرة رائعة جدا، نسأل الله عز وجل الشفاء لجميع مرضى الفشل الكلوي وجميع المرضى بشكل عام. عبد الحكيم اللهم أمين. دعونا مشاهدينا وإياكم ننتقل إلى مشاركاتكم. المشاركة الأولى نبدأها مشاهدينا الكرام مع نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن لمواطن: إذا لم تنتهي خلال 3 شهور اشتكني أمام الأمير خالد أو أمام الأمير فيصل ابن خالد. نشاهد. أنت أخوي أنت ساكن هنا في الشارع؟ إن شاء الله 3 شهور هم خلصين إن شاء الله، ما خلصوا تعال اشتكني أنا خلاص. لا لا إن شاء الله أبد 3 شهور خلاص، ابشر 3 شهور، وإذا هذا اشتكني للأمير فيصل بن خالد خلاص إن شاء الله، ما لكم إلا رضاك إن شاء الله. ابشر ابشر إن شاء الله ابشر. إذن عبد الحكيم عمل ومجهود جبار لصاحب السمو الملكي الأمير صحيح. منصور بن مقرن، ووقوف مباشر لأهم المشاريع صحيح. التي يحتاجها المواطن. بالفعل مشاركة قادمة لطفلة مفقودة على كورنيش جدة، وجدها مواطن ويدعو للتعرف عليها. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الأربعاء 22/12/1438، الطفلة هذه وجدناها أنا وعائلتي في الكورنيش أمام ملاهي الشلال، المنتزة الصغير اللي أمام ملاهي الشلال، الساعة 7 صباحا تقريبا. الآن الساعة تقريبا 9:10 وما في أحد جاء دور عليها، واحد جاء من أهلها. طبعا أهلها كانوا جالسين جنبنا، وبعدين قاموا مشوا وخلوا البنت وراهم. بلغنا الدوريات، الدوريات حضرت الساعة تقريبا 7، لحد الآن ما حد جانا. أتمنى أن الفيديو هذا ينتشر يوصل لأهلها. التواصل على الجوال 05015473. الآن متجهين لقسم السلامة. شكرا. أتمنى إن شاء الله أن يجدونها أهلها إن شاء الله في أقرب فترة بإذن الله تعالى. متواصلين مع مشاركاتكم مشاهدينا، وهذه المرة شاب متهور يفحط بسرعة عالية وسط الطريق قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة ويصطدم بسيارة أخرى في مشهد مؤسف. نشاهد. مستمرين معكم ومع مشاركاتكم، هذا المقطع لأمريكي يقف في وجه رياح إعصار إرما المدمر من أجل قياس القياس لسرعة هذه الرياح. نتابع.
هذه المشاركة مشاهدينا. وصلنا معكم الآن إلى استعراض أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة الماضية في 90 ثانية مقدمة من أخباركم، نشاهد. مفتي عام المملكة يحذر من دعاة السوء ويؤكد من لديه ملاحظات فليتقدم بها للمقام السامي فأبوابه مفتوحة. الداخلية تدعو إلى التبليغ عن الحسابات المتطرفة عبر تطبيق كلنا أمن. الخدمة المدنية تؤجل طرح إعلان الوظائف الإدارية لمدة أسبوعين. الاتصالات تلزم مقدم الخدمة بإشعار المستخدمين بالمكالمات خارج الشبكة بقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليون ريال. المياه الوطنية تبدأ أعمال مشروع المعالجة البيئية بجدة. الطيران المدني تعلن التقديم على برنامج قادة المستقبل. سفارة المملكة في المغرب تنفي صحة مقتل سعودي على يد مغاربة. نائب أمير عسير يأمر بإلغاء ندوة لجينان الغامدي بمجلس ألمع الثقافي. مجاهدي مكة تطيح ب 833 من الباعة الجائلين والمخالفين بالمنطقة المركزية. انفجار شاحن جوال يتسبب في اندلاع حريق بمنزل بجازان ووفاة مواطن وابنته. أهلا بكم من جديد مع أهم الأخبار خلال 24 ساعة. نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذه الليلة. شكرا لكم وشكرا لك محمد. شكرا عبد الحكيم وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. استعرضنا العديد من الملفات، الأهم كان حديث المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عن مسارات توطين الوظائف العامة في الجهات الحكومية على يوتيوب شبكة المجد. غدا بإذن الله تعالى الخميس ختام أسبوع أخباركم، في أمان الله.